شفتوني؟ كل الناس شافوني يضحكوا شكلي فشل. بنات اليوم عندنا عرس. عرس؟ خالتي بعدنا ما جهزنا شيء. لا تخافوا، انا جهزت لكم كل شيء. راح اسوي لكم ميك اب والبسكم فساتين على ذوقي. لا لا خالتي، احنا راح نسوي ميك اب حق نفسنا. لا انا محترفه في الميك اب، راح اخليكم احلى بنات العرس. اخر مره انت سويت لنا ميك اب وكل البنات ضحكوا علينا. صح، انتم ما تفهموا، كنتوا وايد متجننون وما حد راح يسوي لكم ميك اب غيري. الله يستر، كيف تكون شكلنا في العرس؟ ما اعرف. اوكي بروح اجيب لك الفساتين الحلوه. كيف تتوقع شكل الفساتين؟ هلية جبت لكم فساتين خيال. هذا مال شفن، هذا مال ريف، وهذا مال سوشي. فاتي شو هالفساتين؟ ابدا مو حلوه. حلوه البسوا وانتوا ساكتين. راح اكمل مكياج وانتوا البسوا. شو هالحب يما؟ شو الفستان؟ ابدا مو حلو. صح، فستاني كانه مهرج يفشل. وانا بعد ابدا فستاني مو بحلو يفشل. كيف نطلع من المعازيم؟ ما اعرف. بقول على خالتي مستحيل اروح هذا الملابس للحفله. اصلا مين قام يلبس ستر؟ يلا نروح. يلا مكياجي يفشل. وانا بعد شو رايكم في
فشختي؟ طالعتها بلين من يوم عينها حلوة. يلا دخلنا العرس. يلا خلص روح مع البنات وانبسطي. اوكي اوكي كنا واثقة من نفسك. يلا حبيبتي روحي. كان خاطر اشتري هدية حق صديقة شباب بس ما عندي. الحمد لله على كل حال. حبيبتي شكرا. اشتريت ليش هدية غالية. خلي. شكرا تفضلي. حبيبتي غزل. حبيبتي سوسو. جبت لك هدية حلوة. خذي. ثانك يو تفضلي. احلى هدايا. وين شفا ما رح تجي؟ ما اعرف. بابا جاب لي اغلى هديه. شفا هلا غزال. كل عام وانتي بخير. وانتي بخير. شفا وين هديتش اليوم ميلاد غزال؟ بصراحه ما اشتريت هديه حق غزال لانه ما عندي فلوس. نحن كلنا جبنا هدايا الا انتي. كان خاطر اشتري هديه حق غزال بس الظروف صعبه. ليه جيتي اصلا؟ انا خبرت غزال قلت لهم ما يقدر يشتري هديه. قالت لي عادي اذا متضايقين مني عادي بروح. لا لا شفا قاعدة معاه لا تروحين. ريم انا قلت شفا عادي تيجي بدون هدية. اوكي انا ما كنت اعرف. حبيبتي غزال. شفا روحي جيبي المكنسة عشان ننظف قبل ما تبدا الحفلة. اوكي اوكي. ما راح نضحك عليها ولا شو؟ صبري شوفي للنهاية. اوكي. كنسي بسرعة يا شفا. اوكي. نظفي تحت رجلي. نظفي عدل. اوكي بنات يلا يلا. خلصتي يا خدامة؟ خلصت يا بنات. شكرا يا شحاتة. يلا بنات. شحاتة 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 شحاتة. بنات شو تسوي لصديقتكم؟ منو قال فقيرة؟ بنت حرام عليكم. شحاتة 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 يا شغالة. يا بنات كل سوانا. ماما عيب عليكم تتنمروا عليها. حبيبتي لا تبكين. حقش عليا هاي عم بدبوا مع البنات. اوكي غزل خبريني شو اللي صار. ولا شي ولا شي ماما. لا تكذبي علي يا غزل. انا سمعت وشفتش. لا تكوني قلة ادب. حسابش بعدين. حبيبتي انت شو اسمش؟ خبريني شو اللي صار. انا اسمي شفا. انا جيت حفلة غزل ما قدرت تجيب لها هدية وبعدين قاموا يضحكوا علي. كان ودي اشتري لها هدية بس ما عندي. حبيبتي لا تزعلي.
ما في مشكلة، مو لازم نجيب هدية، وجودك أكبر هدية. كلكم غلطانين، وعيب عليكم تتنمروا على البنت المسكينة، يلا تعسفوا لها. آسفي شفاء. سامحتكم حبايبي، نحب الشفاء. تعالي يا حلو عند فاجر حقش، بخليش أحلى وحدة يا عسى. لا تعالي. فاجر فستان صرت حلوة. طلع وايد حلوة، خذ الهدية حق غزال. شكرا خالتي. عفوا، يا روح نحتفل. يلا. واو هذه شفا. بنات شو رايكم فستاني؟ واو شفا طلع وايد حلوة. شكرا غزال خذ هذه الهدية. واو شكرا. يا ميلاد سعيد غزال. حياتي شفا. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Shafa.
بذوق الكيكة. بسم الله. لا 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 وردة. كل عام وانتي بخير شفا هديك. شكري. عفوا. يوم ميلاد سعيد شفا احبك. شكرا. وانا بعد. هاي بيرث داي شفا احبك. وانا بعد سوسو. حبيبتي سوسو. حبيبتي شفا الله يحفظك يا رب. اختي حبيبتي. لبيو خذي هديتك. شكرا شيخة. عفوا قلبي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة عشر
ثلاثة أربعة. أوه خسرت. واحد اثنين ثلاثة أربعة. الفايزة غدا. رح نلعب لعبة الكراسي. ريم خسرة. خسرة. طيب ومتواضعة، الله يطول عمرك. من غزل يا ربي حقق كل أحلامك من ريم. أحب الشفا، أنت وايد حبوبة. أحب الشفا. واحد ايس كريم. احنا اختار ايس كريم يبرد عليش. اريد هذا بكم؟ بعشرة. خذي. شكرا. عفوا. باي باي. ايس كريم برد برد، تعالوا يومي ايس كريم. برد علي في الصيف. تعالوا نشتري ايس كريمات. ايس كريمات تعالوا. حار حار الدنيا. ايس كريمات. ايس كريم برد. هلا اريد ايس كريم. ايس كريمات برع ليش في الصيف؟ يومي زينش موجودة. شكرا. يلا اختاري. هذا بكم؟ بخمس. خذي. شكرا. عفوا. باي باي. يومي لذيذ. برد علي راح الحر. الحمد لله قاعدة ابيع. ايس كريمات تعالوا تعالوا، مين تشتري ايس كريمات لذيذة؟ تعالوا. الدنيا حلوة، أنا أريد آيس كريم بس ما عندي فلوس. كل الناس اشترى آيس كريم إلا أنا، الله كريم، يا رب ترزقني. تعالوا اشترى آيس كريم. سوسو شربيات الآيس كريم. آيس كريم تعال اشترى آيس كريمات. الدنيا حر وخاطري في آيس كريم. وأنا بعد بس ما عندي فلوس. عندك فلوس؟ قهر ما عندي فلوس. أوف شو نسوي؟ عندي خطة. شو الخطة؟ الله يستر من أفكارش. كل يوم تجيبي لنا مصايب. اسمعي الخطة راح تعجبش. الخطة اني راح اروح لمبيعات الايس كريم بسوي نفسي اني اشتري، بعدين راح ادف الكرتونة وهي بتركب الماي وانت سرقي. اوكي اوكي بس خايفة تصير لي مشاكل. لا تخافي معك غزل قوية. بلا كلام زي دون نفذ الخطة. يلا ايس كريم برد برد، تعال اشتري ايس كريم. كريم ايس كريم. هلا بكم الايس كريم؟ خمسة. بخمسة بدي الايس كريمات مالك. لقيت لادك، تعالي. ما في احد خليني اسرق. تعالي يا حرامية. تعالي يا حرامية تعالي. سرق الايس كريم البيع. خليني اروح الحق. الحمد لله حرمت ما حمسكني. جس صدق كل الايس كريمات الله يوفقهم. ضاعتي راحت. خدعوني ما قدرت امسكهم. تعالي يا حرامية تعالي. والله ما خليش حرامية. انا قديش حرامية. البيعة تشتغل وانت تخرب على ازقها. اسف اخر مرة اسرق. ها قاعد يضربون منتي. بنتي ما تسرق، مو حرامي، احترمي نفسك. لا انا شفتها بعيوني. هذه الايس كريمات مو مال هذه، مال بياعه. يا ولدي ضربتي بنتي وقلت انها حراميه مره ثانيه، فاهمه؟
تشوفي؟ بنتك هي اللي سرقت ايس كريماتي وخربت رزقي. والله صدق؟ سوسو انت سرقت ايس كريمات البياعة؟ هي بابا. بنتي صدق سرقت الايس كريمات؟ هي صدق بنتك هي اللي سرقت ايس كريماتي. هذه مثل بريئة ما سرقت ولا شيء، هي اللي ساعدتني. اسفين وراح اعوض قيمة الايس كريمات. تفضلي. شكرا. وانا اسف اني غلط عليك، اوكي سامحيني. ثاني مرة ما تتمشي مع اصدقاء السوء، فاهمة؟ اوكي. وانت عقابك في البيت الحين، يلا. عشان مش ساعدتيني خذ هذا الايس كريم هدية. شكرا. عفوا. انت وايد طيبة، الله يوفقك. حبيبتي انت ساعدتيني عشان نمسك الحرامية. من زمان كان خطف ايس كريم، باي. باي. الحمد لله رجعت لي ايس كريماتي، مين يريد يشتري ايس كريمات؟ تعال. يومي ايس كريم شوكليت. الحمد لله الله رزقني. ايش بحبك تعاد اشوف التلفون؟ لا اخاف تكسرينه. لا بس شوي شوي. لا ما بطش يا انا اختي الوسطانية ما حد يعطيها وجه. يا حبيبتي ليش زعلانة؟ ليه طلعت لي في المدرسة ما جبت لي تلفون؟ مين قال لك ما اشتريت ليش تلفون؟ هذا شو؟ اشتريت ليش احدث تلفون في السوق. ايفون؟ حبيبتي لا تزعلين، خذي الايفون 15. واو الله ما صرت لك ايفون 15. ياي بابا ليش اشتريت لي ايفون؟ شفا طالع الاولى، ليش الغيره هذه؟ وانا بعد ليش ما تجيب لي ايفون؟ انت عندك ايباد جديد، احمد ربك. شكرا انت احن ابو. حبيبتي شفا انا التلفون ما يخصني. انت عندك ايباد جديد، انا ما عندي ولا شيء. اوكي اوكي حبيبتي السنه الجايه ان شاء الله بجيب لك. انا مسحوب علي كل شيء شفا وريم بس. وايد تكلمي انت بس خلاص. يلا نخسر انا وياك. يلا حبيبتي متى تبي بالتليفون ولا تكسرينه؟ اوكي اوكي حبيبتي شفا. بنزل وايد تطبيقات. ايش بحبي تعال اشوف التلفون؟ لا اخاف تكسرينه. بس شوي شوي. لا ما بطش يا شوفي حبيبتي انا انت عندك ايباد زمان ما كنتي تعطيني ايبادش. انا اختي الوسطانية ما حد يعطيها وجه. شوفي شو ليش نلعب مع بعض روبلوكس؟ اوكي وخل عم تطلق عليش. يلعبون مع بعض وانا سحبين عليا. افتكينا من غزل صح. اختي الوسطانية مظلومة. بناتي راح اعطيكم مصروفكم. بنتي الكبيرة خذي 100 200 300 400. شكرا. عفوا. بنتي الصغيرة 100 200 300. اشتري اي شيء نفسك فيه. بنتي الوسطانية بس بقى 100. ليش؟ يلا بس خذي. ماما اعطتني 400 وانا 300. انا بس 100. ماما خذي. أنا راويكم. أنا شو أطلب لكم من مطعم اليوم؟ بابا أنا أريد برجر وأنا شاورما. شفا برجر وريم شاورما؟ أوكي. وأنا 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 أنا أريد بروستد. خلاص طلعت تكلمي مع أخواتك، فاضي لكم أنا؟ ما أحب شاورما والبرجر. من قال لك تتأخرين؟ اليوم بتعشى برجر أكلتي المفضلة. اليوم بتعشى شاورما. يس بناتي اليوم بروح السوق. يو ماشيني انا بس بنات راح اخذ معي بنتي الكبيره عشان تساعدني في التسوق، والصغير بوديه لاني وعدتها تروح الملاهي. يمو انا وانت الوسطانيه حلوه جبات شدي لها على البيت. يس اوه متحمسه. يلا بنات يلا نروح. اوه انا بنتي الوسطانيه المنسيه. هلا غزل، أم اشتريت لنا وايد أشياء. وأنا شو جبتولي؟ أوه والله بنتي شو اشتري لك؟ كل ما بتنزل ما تشتروا لي شيء. ماما شكرا. عفوا. أوف تعبت من النظافة، أختي الوسطانية نايمة. غزل قومي ساعديني في التنظيف. أنا تعبانة مو قادرة. أنا رويش. ماما تعال شوفي بنتك. شو اللي صار بعد؟ ماما غزل ما تساعدني في التنظيف، أنا تعبانة توني راجعة من الاختبار. ما فيش احترام ما تشكري تنظف انت نايمة؟ يلا قومي ساعدي أخش الكبيرة. أوكي ماما.
الله ساعدني على هالبنت. خمي خمي صح. كل شغل البيت علي أنا بس. هذا قومي سامي توضي فانا تعب. لا تكلمي أنا تعبانة توني نظفت المطبخ والحمام. بس صبري. ماما. جنن توني شو اللي صار؟ ماما أنا تعبانة ومريضة وغازي ما تريد تساعدني في التنظيف. خلاص صغير تنظف؟ قومي أنا نظفي. أوكي. يلا رح ننبسط يلا.